هنعمل كيكة الليمون بالجليز. الجليز فيه ليمون ومش بيحتاج اي حاجة صعبة، يعني مقاديره بصوا ان شاء الله تلاقوا كل المقادير عندكم. معايا ايه؟ كوباية سكر، سكر عادي او سكر بودرة يعني على حسب الموجود عندكم. معلقة كبيرة بشر الليمون، 110 جرام من الزبدة الطرية، ما يعادل نص كوباية مكبوسة، مش نص كوباية هايشة. معلقتين كبار عصير ليمون، كوباية ونص من الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هي الكربونات بتاعت الطعمية اللي انتوا عارفينها، ورشة ملح ونص كوباية حليب. هي دي المقادير؟ اه هي دي المقادير، مش اي حاجة تانية هتبقى موجودة. يعني امشي على الخطوات بالظبط هتطلعي احلى كيكة ليمون في الدنيا. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه. انا نسيت الجليز وعمال اقول لهم الجليز. الجليز عندي اللي هعمله عبارة عن هنقول مكونين اساسيين. عندي كوباية سكر بودرة، عندي ربع كوباية عصير ليمون او مية او حليب، وبشر الليمون اخضر واصفر، ده للتزيين في الاخر بقى عشان ايه الكيكه دي منعشه. اللون اللي انا لابساه كده حاجه اخضر هشه جدا، المسام بتاع الكيك ضيقه مقفوله دسمه، كيك اي كيك فيه زبده بيبقى دسم، بياخد وقت كمان في الفرن غير الكيك اللي بالزيت او الخفيف. هقول لكم المعلومه دي واحنا شغالين مع بعض. طيب بصوا بقى، اول خطوه عشان اطلع كيكه الليمون طعمها ليمون، مش بس انا حاسه بحاجه كده بسيطه، لا انا عايزه اكل كيكه ليمون، يعني عايزه وانا بقطم انا حاسه بطعم ليمون وشم ريحه ليمون. فده هيجي منين؟ بالحركه دي، سكر وبشر الليمون. تمام، بعمل ايه بقى؟ بحط بشر الليمون على السكر وافضل اعمل كده عشان الزيت اللي في الليمون في بشر الليمون ده ينكه السكر اهو. هاخد شويه كمان، يعني دي كانت معلقه كبيره بس مش مليانه اهو. بفضل اعمل كده هنقول مثلا ايه 3 دقايق عشان بس تختلط عندي مظبوط. شايفين بقى عندي الريحه طالعه هنا خطيره، ريحه الليمون ابتدت تظهر لما بفركه كده بالسكر، ريحته طالعه اهو. شايفين الشكل عامل ازاي؟ خلاص بقى عندي اتغلف بالسكر وطلع كل الروائح اللي فيه وشكله حلو جدا جدا جدا. هعمل ايه الخطوه اللي بعديها بقى؟ اهو تمام، هروح نازله. انا جبت معلقه حطيتها فين اهي، هروح نازله بالزبده وابتدي اشغل المضرب. ابصوا الزبده لما بضغط عليها اهي، انا عايزاها بالقوام ده. ناخد الكميه كلها، قلنا 110 جرام، هننزل دي كمان عشان احنا ماشيين بجرام فعشان تبقى كل حاجه مظبوطه بالظبط. اهي واضرب بقى بالمضرب على الهادي الاول كده، وبعدين ايه شويه بشويه بس لحد ما ايه الزبده تندمج مع السكر. بضرب قد ايه في المرحله دي؟ هنقول 4 دقايق 5 دقايق مش اقل من كده، لحد ما الاقي ان الزبده اندمجت والسكر ده بنسبه 50%، مش نسبه كامله. امتى السكر هيدوب شويه؟ لما ننزل معاه حاجه سايله تبتدي تخف الخليط شويه فيقدر ان هو يتضرب كويس، يعني مش في المرحله دي. شايفين السكر خلاص ابتدى بنسبه يدوب، بروح نازله باول بيضه واضرب وبعدين تاني بيضه. اما بحطش البيضتين مع بعض، بدي كل بيضه حقها انها هتبتدي تختلط مع المكونات وانزل بالبيضه التانيه. ده في اي كيك عموما. شايفين اختفت اهي، يلا هنحط المكونات. ادوني دقيقه واحده، حط البيضه والمكونات اللي قلنا عليها السايله، شوية الزيت والحليب، واعمل ايه؟ واضربهم ضربا مبرحا. طيب انا ضربت الكلام ده كله عندي، هنقول مثلا ضربناه 5 دقايق 6 دقايق في الحدود دي، القوام بقى فاتح جدا، السكر ده بنسبة كبيرة. بروح جايبة بقى الدقيق، رشة الملح، البيكنج باودر والبيكنج صودا، واروح مقلبهم كويس تقليبه بس عشان كل الماده الرافعه تختلط كويس، وابتدي ان انا انزل بيها على
دفعتين. اول دفعه مش محتاجين بقى مضرب على فكره، يعني ممكن نعملها كده على طول. خلاص انا ده هستغنى عنه، تعالوا حتى ممكن نعملها بمضرب يدوي، واروح نازله بباقي الدقيق بقى وسكه كده عشان اطمن ان كل الدقيق اللي تحت ما بقاش موجود. بقلب كده اتجاه واحد هيبتدي قوام يظبط معايا. بصوا اصلا لون الخليط فاتح ازاي، ممكن كمان ازود شويه بشر الليمون دلوقتي، دي اختياري بس انا يعني ايه عيني عليهم من ساعه ما رجعنا من الفاصل. وبس كده، بس القوام بتاعه بيبقى تقيل زي ما قلت لكم، الكيك ده طالما فيه زبده يبقى القوام بتاعه تقيل، بياخد في الفرن ممكن يوصل ل 60 او 65 دقيقه، الخليط لو خفيف بيستوي على طول. واروح جايبه الفرمه مدهونه شويه زيت او زبده، واروح نازله بالكلام الحلو ده. عايز تعمليها في قالب مدور هيبقى مقاس 22، عايز تعمليها في كب كيك هيعمل 12، على حسب بقى انت في الاخر عايزاها ايه. وبس خلاص هنعمل الجليز بتاع الليمون حالا في دقيقه اهو، بفردها بس كويس. ونخبطها كده خبطتين. الكيك ده بيدخل فرن سخن على 180 لمدة يعني ما افتحش الفرن قبل 50 دقيقة، رف وسط شغال من تحت فقط. هنوصل مثلا ل 60 دقيقة لو استوت بقفل النار وبسيبها جوه 10 دقايق بس عشان ما تهبطش، وبعدين اطلعها بقى ايه تاكل سخنة. يعني الكيك ده بالذات لما بعمله هو ما بيستناش، عشان كده دايما اضرب المقدار في 2 او 3. ايه دي اهو، هنعمل الجليس حالا، ههدي بس لان النار حامية جدا. هنعمل بقى جليز ايه، اهي بصوا الكيكه شكلها عامل ازاي، بصوا الجمال بالنفشه باللون بكل حاجه روعه. تعالوا نعمل الجليز بقى، عندي كوبايه من السكر البودره. هنعمل ايه، ركزوا بقى، بصوا ادي بشر الليمون، الكميه دي هتاخد شويه من عصير الليمون مش كله يعني اهو. وبقلب، انا عايزه الجليز يبقى تقيل مش عايزاه خفيف، شايفين اهو. الجليز ده ممكن نعمله للدونس، نعمله الكب كيك، نعمله لاي حاجه في الدنيا هتبقى تحفه اهو، شايفين شويه بشويه، مش عايزه احط كتير عشان ما يبقاش سايل، عايزاه يبقى ليه قوام. ريحته تحفه. يلا بينا بقى معلقه كده نغطي الكيك بتاعنا، ويا رب الحق اقطع لكم حته عشان تشوفوا برضو شكله من جوه. بصوا اهو. Thank you.